هناك أيضا حركة في بيع وشراء الملابس وإقبال المواطنين عليها استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد. وحول هذه الحركة في بيع وشراء الملابس تنضم إلينا مراسلتنا نسمة الشافعي. نسمة أهلا بك، وهنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكيد هناك حركة كبيرة الآن في شراء الملابس من المحلات المخصصة لذلك. أين تقفين الآن بالتحديد، وكيف تبدو حركة البيع والشراء ونحن نقترب من الساعة الواحدة؟ أهلا حساني، بالفعل نتواجد بأحد المحال التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، والتي تعتبر من أهم الأماكن التي تحتوي على العديد من المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس الجاهزة، أيضا من أكثر الأماكن جذبا لمن يرغبون في شراء الملابس الجديدة نظرا لوجود كافة أنواع وأشكال الملابس لجميع الفئات العمرية. يعني حرصنا على تواجدنا هنا في منطقة وسط البلد لنرصد معكم حركة البيع والشراء بمناسبة موسم الأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث أن شراء الملابس يعتبر من طقس من طقوس ومظهر من مظاهر الاحتفال بفرحة العيد خاصة للأطفال والشباب. الإقبال اليوم يعني نظرا نحن في يوم عمل ليس كبير، ربما في الفترة المسائية يزداد الإقبال وغدا عطلة. منذ أسابيع استعد جميع أو معظم أصحاب المحال التجارية لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في شراء الملابس الجديدة للاحتفال بالأعياد بتخفيضات وعروض من 20% تصل إلى 50%، وذلك من أجل الدفع بحركة البيع والشراء التي شهدت في الفترة الماضية ركود كبير بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع في أسعار الملابس الشتوية. يعني حساني، أيضا في تصريحات صحفية للرئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية يحيى الزنانيري، قال أن الإقبال خلال هذا الموسم ضعيف جدا، يعني يرتفع بنسبة 5%، وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام الماضية. أيضا قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمين فوزي أن هناك زيادة طفيفة في نسبة الإقبال على الأحذية نظرا لارتفاع أيضا أسعار الأحذية، وقال أن نسبة الإقبال على شراء الأحذية ذات الصناعة المحلية ازدادت بنسبة 30% نظرا لارتفاع ارتفاع أسعار الأحذية المستوردة وأيضا تحسين المنتج المصري. يعني كما ذكرت حساني أن يوجد يعني هناك حركة البيع والشراء غير كبيرة نظرا لوجود يعني ارتفاع في الأسعار تشهده الأسواق في الفترة الماضية، وأيضا تحديدا أسعار الملابس الشتوية. مزيدا من التفاصيل حول الإقبال ونسبة البيع والشراء ينضم معي أستاذ محمد حامد، أحد العاملين بأحد المحال التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد. برحب بحضرتك في البداية. يا أهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا. يا فندم، في البداية عايزاك تكلمنا عن حركة البيع والشراء، يعني والاستعدادات اللي عملتوها لاستقبال المواطنين لشراء الملابس خاصة ان احنا في فترة اعياد. الحقيقة زي ما حضرتك شايفة ان احنا في استعدادات كبيرة، ولكن الاقبال ضعيف جدا. يعني يمكن رغم كده برضو عملنا تخفيضات بتصل ل 25%، ويمكن احنا حضرتك موجودين هو ما فيش ولا واحد موجود، يعني احنا فاتحين يمكن من اكتر من ساعة وكده، لغاية دلوقتي ما فيش ما بعناش حتى فاتورة واحدة وكده. فرغم ان طبعا في 7 يناير عشان عيد الاخوة المسيحيين عيد الميلاد المجيد، فكان دايما باستمرار كل سنة كان بيبقى فيه اقبال جامد وخاصة ده عيدهم. فدلوقتي بقى لنا مدة كبيرة جدا يمكن حركة البيع ضعيفة جدا، يمكن الإقبال في فترات مثلا تبص تلاقي مثلا يمكن اللي بيشتري تلاقي مثلا لو حد من دولة عربية ولا حاجة نزل ولا كده، زي السودان أو اليمن أو كده، ده يمكن لو حد نزل أو من السعودية أو كده. غير كده ما تلاقي زي ما حضرتك شايفة حركة البيع ضعيفة جدا. يعني إيه عن الأسعار الملابس الشتوية؟ أسعار الملابس الشتوية إيه عندكم؟ أسعار الملابس الشتوية يعني إحنا عندنا في جواكت كويسة جدا ممتازة، في ب675، في ب650، ويمكن برضو حضرتك في برضو نزلين تخفيضات 25% على بعض الجواكت وكده، ومع ذلك برضو الإقبال ضعيف جدا. إيه أكثر الفئات اللي بتقبل على الشراء؟ الفئات اللي هي من الدول العربية.
اللي بتقبل على الشراء، لكن هنا من داخل مصر الشراء محدود جدا. يعني تعتقد انه غدا او امس مثلا ستزداد نسبة الاقبال على الشراء؟ يعني مش الدرجة اللي هي يعني مثلا السنة اللي فاتت مثلا كان في الايام اللي زي دي وعيد الاخوة المسيحيين وكده كان فيه اقبال الى حد ما عن السنة دي الاقبال ضعيف جدا، ما اعرفش ايه العزوف عن الشرف. لا احنا متشكرين جدا ونورتونا وشرفتونا. يعني حساني هذا كان لقاءنا مع أستاذ محمد حامد أحد العاملين بأحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد الذي رصدنا معه حركة البيع والشراء، وقال لنا أن نسبة البيع ليست كبيرة في هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، ويعني الجميع يأملون في أن تشهد هذه الفترة رواج ونسبة بيع وشراء ليحققوا أرباح خلال هذه الفترة. وعودة مرة أخرى لك حساني. شكرا لك مراسلتنا نسمة الشافعي من أمام واحد من محل الملابس في منطقة وسط القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.